معكم حسن بن العريان فائز جمعوي بمنطقه سيدي موسى المجدوب. كيف ما كنعرفوا حطوا الترشيحات ديالهم المرشحين، شنو الكلمات اللي تبغي تقول لهم مثلا هذا السيد اللي غيولي رئيس ديال مجلس محمديه، شنو تبغي تقول؟ كنتوقعوا ان شي حاجه تكون زوينه احسن من داك الشيء اللي داز، يعني على هذا الشيء اللي شفنا حاليا هاد الاعوام اللي دازوا، يعني داك الشيء اللي شفنا راه ما كيبشرش بالخير، يعني كنت نتمنوا ان تكون شي حاجه اخرى ان شاء الله في الاعوام الجايه، وتكون شي حاجه اللي مزيانه، ويحاولوا انهم يخدموا بواحد المصداقيه وشفافيه اللي تخلي المنطقه ديال سيدي موسى المجدوب والمنطقه ديال المحمديه بجميع يعني عماله المحمديه انها تزدهر وتكون عندها واحد الكلمه يعني، وكنتمناو انه يكون خير وما يكونش هذاك كيف ما كنقولوا حنايا داك الشيء من تحت الطابله، بغينا حنا نشوفوا الشفافيه ديال والمصداقيه ديالهم، ونشوفوا المنتخبين يعني يعطونا واحد الصوره زوينه ديال ان راه انتخابات يعني راه مازال فيها الخير، ومازال يعني كاين الناس اللي عندهم غيره على المنطقه والغيره على عمالة المحمديه، يعني هذا الشيء كامل حنا كنتوقعوه كشباب، يعني انا كشاب يعني هذا الشيء اللي كنشوف يعني راه ما كيبشرش بالخير، كنحاولوا حنايا كشباب باش نعطيوا الراي ديالنا، وكنحاولوا اننا نبينوا بالله هذا الشيء راه حنا ما راضيينش عليه، ما راضيينش على هذه الانتخابات اللي كدوز دابا. كشاب شنو هي المتطلبات ديالك اللي غتطلبها من هذا المنتخب؟ انا كنطلب حاجه وحده من هذا المنتخب اللي غيكونوا ان شاء الله انهم تكون عندهم الشفافيه والمصداقيه، انهم يحاولوا يبينوا للمواطن داك الشيء اللي كيدوز، ما بغيناش حنا يدوز كل شيء من تحت الطاوله، حنا بغينا كل شيء يدوز وباعين ديال المواطنين، يعني ما بغيناش شي حاجه اللي تخبى على المواطن، حنا كمواطنين محقنا اننا نعرفوا شنو كيكون في الانتخابات وشنو كيكون يعني في الجلسات والدورات ديالهم، يعني ماشي من حقنا، يعني ماشي غادي تجي يعني الميزانيه ولا ما نعرف يعني ديال العماله ولا شنو هو غادي تدوز بواحد الحاجه اللي بغيتو كل شيء يكون واضح. شنو هي الحوايج اللي ناقصه في سيدي موسى المجدوب وكتمنى انها تكون ان شاء الله مستقبلا؟ المنطقه ديال سيدي موسى المجدوب هي منطقه قرويه، وكيف ما كتعرفوا نتوما جميع يعني راه منطقه يعني قرويه راه خاصها يعني اصلاحات وخاصها خدمه وخاصها بزاف ديال الحوايج، وانا كنطلب من هذوك المنتخبين ديال سيدي موسى المجدوب انهم يبينوا الكفاءات ديالهم، ان شاء الله حنايا كنتوقعوا خير، ولكن الخير غيجي يعني بواحد الوتيره اللي زوينه هي انهم يكونوا شباب، حنا بغينا الشباب اللي طلعوا، ما بقيناش بغينا هذوك اللي عنده 50 عام 60 عام وشادينا واحد المقعد تما كينياش وكيتسنى رزيق ويدخل، حنا بغينا الشباب اللي تخدم، بغينا حنايا الشاب اللي نشوفوه ويعطينا واحد الصوره زوينه بان الشباب راه عندهم واحد الغيره على المنطقه ديال سيدي موسى المجدوب. انا كشاب يعني فائز جمعاوي كنحاول بجميع الطرق انني نبين بالله راني انا عندي غيره على المنطقه، كيف ما بغيتهم حتى هما يبينوا لنا بالله عندهم غيره على المنطقه ديال سيدي موسى المجدوب، حيت المنطقه ديال سيدي موسى المجدوب خاصها اصلاحات وخاصها خدمه بزاف، يعني كنتوقعوا شي حاجه اللي زوينه ان شاء الله في هذه الاعوام الجايه مع الشباب اللي غيكونوا. شكرا.